السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. وقبل البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في البداية، اليوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتحت مركز التكوين بمدينة سيدي بلعباس بحضور نخب الوطني جمال بالماضي، وبحضور كذلك رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خير الدين زتشي ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدور، طبعا مع السلطات المحلية. والنخب الوطني نشط ندوة صحفية تكلم فيها عن المركز وفائدته، قال هذا مركز هو متنفس للشباب، والحمد لله سيكون إن شاء الله وجهة التكوين التي نفتخر بها ونفرح بها ونعمل معهم بالتوازي. ولكن كان غاضبا من الإشاعات التي أطلقت على الفريق الوطني مؤخرا، والتي تقول بأنه سيعاقب بالنسبة لعقوبة خير الدين زتشي. وقال الناخب الوطني جمال بالماضي أن هذه العقوبة، عقوبة خير الدين زتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لا علاقة لها بالفريق الوطني الجزائري، وإن مثل هذه الإشاعات تؤثر على الفريق وعلى معنويات الفريق الوطني الجزائري وماهيش مقبولة، وفعلا ليست مقبولة ويجب أن يعاقب أصحابها. هاد الناس اللي راهم يرميو في هاد الإشاعات تاع يتعاقب الفريق الوطني، واش علاقة الفريق الوطني بالعقوبة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ قلت فيما يخص المركز، قال هو مركز جيد وهو يكون إن شاء الله بادرة مستقبلية لتكوين الشباب. اليوم كما سمعتوا كما شفتوا مجموعة من الشباب يقولوا أنهم أنصار المولودية. لست أدري شكون هذه المجموعة من الشباب، فيه من يقول بأنها من أنصار مولودية الجزائر التي اقتحمت مقر سوناطراك، دارت مجموعة من الشغب وتنادي بخروج سوناطراك من حياة المولودية، وكذلك تقول أنه اللاعبين ماهمش خالصين إلى آخره، أمور أخرى. هذه إن شاء الله نتمناو أنه الأمور الرياضية تقعد رياضية وما تخرجش على إطار الرياضة، لأن سوناطراك شركة وطنية سيادية، هي شركة كل الجزائريين، من المفروض أنها لا تتعرض لمثل ما تعرضت إليه. وكانت فيه يعني كذلك أنباء عن استقالة ألماس رئيس المولودية، ولكن السيد ألماس نفى ذلك نفيا قاطعا وقال أنه لم يستقل. نتمنى أن الشباب أيضا تاع إذا كانوا فعلا شباب أو أنصار المولودية، إحنا ما ناش عارفين إلى أنصار المولودية ولا من، يخليوا المسؤولين القائمين على أمور المولودية هما اللي يحلوا مشاكل تاع اللاعبين، وهما اللي مع شركة سوناطراك اللي نظن كانت دائما بجانبي الفريق، يخلوهم هما المسؤولين يقوموا بالواجب تاعهم ويحلوا المشاكل تاع المولودية. لأن المولودية يعني بكل صراحة منذ بداية الموسم والله راهي في المستوى وراهي تفرح، وأنا قلت في كل مرة نقول في الفيديوهات يا جماعة ما راهوش ماتش نيد ولا اون ديفات ولا دو ديفات اللي راحين يغيروا لا فيزيونومي تاع الفريق ولا يغيروا لا فيزيونومي تاع البطولة. بطولة ما زالت طويلة، بطولة راكم عارفين شحال فيها من لقاء. إذن ما على الأنصار تاع المولودية ما يتقلقوش بالعقل، المهم لما تشوف المولودية تلعب تحس باللي هنالك فريق. علشان نتكلم على المولودية
هذوك يقولوا لك انصار واحد اخرين يقول لك هو يحب المولوديه. إيه زين، نحب المولوديه، نحب المولودية. ولكن انا ما نحب حتى فريق، انا نحب كل الفرق الجزائريه. هذه باش يعرفها المناصر، ونتكلم مع المناصر الحقيقي تاع الفرق. انا نشجع كل الفرق الجزائريه اللي تلعب مليح نشجعها، وكل ما يكون فيه شيء يخص فريق من الفرق نتكلموا عليه بكل حرية وبكل ديمقراطية وبكل حيادية، ما كان حتى مشكل. هذا الأمر واضح إن شاء الله. المولودية تبعد عليها هذه المشاكل وتستمر في العمل والنجاحات. لعب هلال السوداني، كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي، وكانت فيه اتصالات مع فريق زغرب الكرواتي، ولكن هذه الاتصالات ما وصلتش للنتيجة نتاعها. هلال السوداني حط بالمملكة العربية السعودية، إذا هلال السوداني رسميا في فريق الفتح السعودي. دونك اوفيسيالمون هلال السوداني سينيا في الفتح السعودي، وهو حر من كل التزامات. يعني لما سينيا مع الفتح السعودي إليتي ليبر دو توت انجاجمون. علاش ليبر دو توت انجاجمون؟ علاش حر من كل التزامات؟ لأن فريق أولمبياكوس رد له الخير نتاعو، لأنه هلال سوداني نهار كان تبحث عليه الفرق من هنا وهناك ما خلاش أولمبياكوس، وأولمبياكوس حبوه كتير وكتير وخلاوه يروح في صفقة حرة. ولذلك لما صرح قال نشكر فريق أولمبياكوس اللي فتح لي كل الأبواب وسهل لي كل الأمر. ألف ألف مبروك ليك يا هلال يا سوداني يا أسد الجزائر، هذا البطل، هذا اللاعب اللي دايما ينيبا ميدياتيزي، ينيبا دايما يعني يخدم، لاعب كبير، لاعب كبير وأخلاق كبيرة يعمل، ولكن ما يحبش الإعلام كتير وما يتكلموش عليه في الإعلام كتير. احنا نتكلموا عليه إن شاء الله، نتكلموا عليه لأنه يستهلوا أنه شرف الألوان الوطنية وشرف كل فرق اللي يلعب معها في الجزائر، بداية من جمعية الشلف. إذن ألف مبروك عليك يا هلال يا سوداني، ونتمنى لك كل التوفيق. هكذا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. ما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك تابوني وما راكمش تابوني في القناة، تابوني معنا في القناة، هذا من فضلكم إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق. هذا زهير عاشور يحييكم، إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام.